اهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام، لسه مكملين معاكم فقرات هذا الصباح. امبارح بالليل ابتدينا العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك، وزي ما احنا عارفين كما فضل الله بعض الشهور على بعض، فضل بعض الايام على بعض وبعض الاوقات على بعض، وفضل ايضا بعض الليالي على بعض. في هذا الحوار هنتكلم أكثر عن عبادة أو سنة ربما أغفل عنها كثير من الناس أو لم يهتم بها الكثير من الناس، ألا وهي سنة الاعتكاف في المسجد. والاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء، وشرعا هو لزوم المسجد للتقرب إلى الله بالنوافل وقراءة القرآن والتعبد وكل النوافل التي دعا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. هنتعرف أكثر عن هذه السنة وإيه هي واجباتها ومحظوراتها مع فضيلة الشيخ الدكتور كمال غراب من علماء وزارة الأوقاف. دكتور كمال أهلا بك وصباح الخير وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا يا فندم، كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وأن يرزقنا شفاعة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. ابتدينا في العشر الأواخر ومن رمضان، وفي هذه العشر في ليلة هي خير من ألف شهر، هي ليلة القدر اللي المفروض نتحراها في العشر الأواخر. أولا عايزين نعرف ما هو فضل العشر الأواخر في شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كون الأكوان ودبر الزمان وخلق الإنسان وأنزل عليه القرآن شمس وقمر بحسبان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا ومولانا محمدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي التقي الزكي النقي البهي العفيف الكريم، صلاة يا مولانا ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. وبعد، طبعا من المعلوم أن شهر رمضان هو شهر الجد والاجتهاد وشهر القرب من رب العباد. نعم. والله سبحانه وتعالى له في أيام دهره نفحات، ومن هنا الله فضل بعض الأيام على بعض وبعض الشهور على بعض وبعض الليالي على بعض. وكان صحابة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كانوا يقدسون ويعظمون ثلاثة أعشار، يعني ثلاث أعشار كانوا يقدسوهم ويعظموهم ويحترموهم ويتقربوا فيهم بالعبادة لله سبحانه وتعالى. العشر الأول من شهر الله المحرم، والعشر الأواخر من شهر رمضان، والعشر الأول من شهر ذي الحجة. ليه؟ لأن في العشر الأواخر من رمضان الله لما تكلم عن رمضان وعن العشر الأواخر قال أياما معدودات لعظمتها ومكانتها وما فيها من الخير، والعشر الأول من ذي الحجة ربنا قال فيها أياما معلومات عشان فيها فريضة الحج، ودي أياما معدودات عشان فيها صيام رمضان. تعال شوف بقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أما جه يكلمنا عن رمضان بأنه شهر يزاد فيه رزق المؤمن، وهو شهر الصبر والثواب، والصبر ثوابه الجنة. من هنا ورد في الحديث عن السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أيقظ أهله وشد مئذره وأحيا ليلة. ثلاث حاجات كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعملهم في العشر الأواخر من شهر رمضان. وبرضه تقول السيدة عائشة أنه كان يقوم العشر الأواخر من رمضان ولا يقوم غيرها، يعني كان أشد ما يكون في العبادة والاجتهاد والقرب إلى الله سبحانه وتعالى في العشر الأواخر من رمضان. دي أعلى عشر، دول أعلى عشر أيام كان سيدنا النبي يحافظ فيهم على الجد والاجتهاد بأن يوقظ أهله، يقوم يقول لأهله لعلي ولفاطمة وللحسن وللحسين ولزوجاته، النبي يقومهم لصلاة قيام الليل وللتهجد، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك، نافلة لك أنت مش عشاننا، نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
طيب فضيلة الدكتور، في هذه العشر الأواخر في سنة ربما يغفل عنها الكثير من الناس، ألا وهي سنة الاعتكاف. أولا عايزين نعرف ما هو الاعتكاف في الشرع وما هي ضوابطه وأحكامه. طبعا سنة الاعتكاف سنة محبوبة عن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. في اللغة العلماء عرفوا الاعتكاف بأنه اللزوم، وفي الشرع عرفه العلماء بأنه لزوم الشيء أو لزوم المسجد بالاعتكاف، بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة وبالذكر وبقراءة القرآن وبالتسبيح وبالتحميد وبالتهليل أو بالتكبير أو مدارسة العلم أو قضاء حوائج بعض الناس بالرد على الأسئلة الفقهية وبالمحافظة على تلاوة القرآن الكريم. طيب الاعتكاف بيبتدي من امتى؟ هل لازم الشخص اللي بينوي الاعتكاف يعتكف كل ليالي العشر الأواخر ولا ممكن يعتكف بعض الوقت؟ الاعتكاف أقله لحظة، أقله لحظة، وأكثره لا حصر له ولا عدد. لازم يكون بنية الاعتكاف. نعم، بنية الاعتكاف. بمعنى واحد دخل المسجد ونويت اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان، يبقى يدخل العشر الأواخر من رمضان يدخل المسجد، لأن من شروط صحة الاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه الصلاة. يدخل المسجد قبل غروب الشمس للعشر الأيام الأواخر من رمضان، ولا يخرج إلا بعد غروب شمس آخر يوم اللي هي ليلة العيد. ده لو نوى العشر أيام. طيب نفترض أنه يعني صاحب عمل أو صاحب وظيفة أو صاحب ظروف أو كذا أو كذا، لا مانع، لا مانع كما قالت دار الإفتاء المصرية وكما أصر وصرح بذلك رأي الجمهور، أنه لا مانع من أن ينوي اعتكاف يوم أو يومين أو ليلة أو ليلتين أو ينوي اعتكاف ساعة أو ينوي مثلا اعتكاف وقت معين هو هيقعده في المسجد بنية الاعتكاف. لازم يكون بالليل ولا ممكن واحد قبل ما يدخل يصلي الظهر مثلا ينوي الاعتكاف؟ لا فرق هناك في أي وقت للاعتكاف. دخل نهارا ونوى الاعتكاف حسب له اعتكاف، دخل ليلا ونوى الاعتكاف حسب له الاعتكاف، بدليل ان احنا عندنا العشر الاواخر من رمضان سيدنا النبي ما كان يعتكف هذا الاعتكاف، يعتكف ليلا ونهارا، ما كانش يعتكف بالليل بس وبالنهار يذهب الى كذا او الى كذا. فالاعتكاف ليلا ونهارا واجب وهو سنة مستحبة عن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. طب هل فضيلة الشيخ الاعتكاف بيكون للرجال فقط ولا للرجال والنساء في المسجد؟ طبعا الاعتكاف الأولى به الرجال، لأن أفضل صلاة المرأة في بيتها إلا المكتوبة. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا ويعرفنا أن برضو المرأة إذا استأذنت زوجها في أن تعتكف وكان المصلى أو المكان للاعتكاف قريبا من بيتها لا مانع في ذلك، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوهم بيوت الله، لا تمنعوهم المساجد، يعني ما نمنعش النساء أنها تذهب إلى المساجد أو أنها تعتكف زوجها. ولكن هناك ضوابط شرعية للمرأة، وهي أن تحافظ على اعتكافها بألا تظهر عورتها، أن تكون نقية طاهرة من الحيض أو من النفس. ده بالنسبة للاعتكاف بالنسبة للرجال أو للنساء. ولا يعني لا يسعني إلا أن أقول بأن الاعتكاف هو لزوم المسجد للذكر وللطاعة وللعبادة. ليه؟ أحد علماء الشرع العلماء الربانيين لما جه يعرف الاعتكاف قال هو إيه؟ القطع العلائق مع الخلائق والاتصال بالمولى الخالق. يعني دي الحكمة من الاعتكاف. تقطع علاقتك بالناس، تقطع علاقتك بالخلق وبشؤون الدنيا، وتتعلق بمن؟ تتعلق بالله سبحانه وتعالى. يبقى تقرأ القرآن ابتغاء مرضاة الله، لأن القرآن ده له ثواب عظيم جدا، ويكفي أن شهر رمضان هو شهر القرآن، شهر الله لما تكلم عن رمضان قال إيه؟ الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وبعدين كمان شهر رمضان العشر الأواخر من رمضان في الليالي الوترية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر
في الليالي الوترية من شهر رمضان. بمعنى ممكن تكون ليلة القدر ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، ولكن الأولى في دول كلهم النبي ركز شوية على ليلة 27. قال إيه؟ من كان متحريها فليتحرى في ليلة 27. في العشر أيام دول نزل القرآن العظيم، نزل من اللوح المحفوظ إلى صدر النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق سيدنا جبريل، كان يدرس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم. من هنا عايز أقول إن لزوم المسجد للاعتكاف لابد لنا أن نحافظ فيه بالأولى على الصلاة في وقتها، على قراءة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. تمام. طيب فضيلة الدكتور، برضو في العشر الأواخر زي ما حضرتك ذكرنا وذكرت وعرفنا إن فيها ليلة القدر، هل في علامات لليلة القدر ربما يستطيع المؤمن إن هو يتحرها؟ طبعا هناك علامات كبيرة، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دلنا على علامات كثيرة جدا لليلة القدر. زي بمعنى أما نيجي نشوف القرآن الأول وجه يتكلم عن ليلة القدر، قال إيه؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، اللي هو القرآن. وما أدراك ما ليلة القدر؟ أنت يا محمد ما تعرفش ليلة القدر دي مكانتها عاملة إيه؟ وهي بداية أخي الفاضل، هي ليه سموها ليلة القدر؟ سموها ليلة القدر لأنه نزل فيها قرآن ذا قدر على نبي ذي قدر، فقالوا ممكن تكون اسمها ليلة القدر علشان كده. تعريف تاني أنا بس بقول لك يعني إيه ليلة القدر عشان المستمع يعرف يعني إيه ليلة القدر. قالوا بأن من أقامها ولم يكن ذا قدر بإقامتها يصبح ذا قدر، لما يقوم يصلي ويحافظ على الذكر والدعاء فيها بالاعتكاف وبإقامة الصلاة في ليلة القدر يبقى ذا قدر، ما كانش له قدر ومكانه يبقى صاحب مكانه وذا قدر. قالوا كمان أنه في ليلة القدر تنزل ملائكة ذات قدر على أناس ذي قدر، الناس على ناس بتصلي، ولذلك ربنا قال إيه؟ تنزل الملائكة والروح فيها. قالوا أن الروح فيها سيدنا جبريل، وقالوا أن الروح ده نوع خاص من الملائكة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن نتحرى ليلة القدر دي إزاي، يقول لك تصبح الشمس في صبيحتها، الشمس تبقى في الصبح بتاعها بعد ما الليل يعدي ليس لها شعاع وليس لها حرارة. يعني ايه ليس لها شعاع؟ ليس لها شعاع يعني ما نلاقيش لها الشعاع بتاعها، يعني لا يقوم بصعق الحرارة في جسد الإنسان. الشعاع يعني مثلا ايه، ما تلاقيش الحرارة موافقة للإنسان مباشرة، ما فيش مباشر، ليس لها شعاع ولا حرارة، ولاقي الجو ما هوش حر، جو بارد. وهي والشمس في صبيحتها كطست في السماء، زي الطست، انت ممكن تراها وتشوفها بعينك المجردة بحيث ان هي ما تأذكش. دي من علامات ليلة القدر. وقالوا من علامات ليلة القدر انه لا ينزل فيها شيطان، وهي سلام سلام لأهلها، لمن أقامها ولمن صلى ولمن حافظ عليها. ويكفي أن ليلة القدر كانت عظيمة القدر لأمة النبي عليه الصلاة والسلام. بمعنى إيه؟ بمعنى إن ليه ليلة القدر ربنا قال هي خير من ألف شهر، ما قالش ألفين شهر، ما قالش 500 شهر، ما قالش 100 شهر. عد العرب بيعرفوه وقتها هو الألف. نعم، هقول لحضرتك على حاجة. زمان كان لا يقال في بني إسرائيل، كان لا يقال على الرجل عابد إلا إذا عبد الله ألف شهر، 83 سنة وأربعة أشهر أو أكثر أو أقل من الأشهر. فقالوا إن ما كانش يطلق على الرجل يبقى عابد إلا لما يعبد ربنا ألف شهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني تقاصر عمر أمته، يعني قال ده عمر أمتي أقصر من كده، فربنا سبحانه وتعالى عوضه بما هو أفضل من ذلك، فاداله ليلة القدر في ليلة 27 أو في الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان. فقال له إيه بقى؟ وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وقالوا كمان حضرتك إن كان هناك رجل عابد حمل السلاح في بني إسرائيل ألف شهر في سبيل الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن الرجل ده يكون في أمته،
فربنا اداله ليله من اقامها كانما قام الف شهر. طيب فضيله الدكتور اخيرا، ايه افضل الادعيه المستحبه في العشر الاواخر وفي ليله القدر، وهل الدعاء بيكون مقتصر فقط على الحوائج في الاخره، ولا ممكن الواحد يطلب ادعيه لاحتياجات يريدها في الدنيا ايضا؟ طبعا النبي عليه الصلاه والسلام امرنا بالعباده اناء الليل واطراف النهار لله سبحانه وتعالى. وفي حديث عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا، يقول لنا فيه إيه؟ يقول لنا الدعاء هو العبادة، زي الصلاة هي العبادة. ما الصلاة دعاء صحيح، والدعاء هو العبادة. ما فيش مانع بأي دعاء تدعو الله سبحانه وتعالى في العشر الأواخر من رمضان وفي غير العشر الأواخر من رمضان، ولكن في تركيز معين. السيدة عائشة لما قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر، يا رسول الله يعني لو حسيت كده إن ديت بقت ليلة القدر أو هي ممكن تكون ليلة القدر، ماذا أقول فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. ده الدعاء اللي وارد عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إننا نكثر منه في العشر الأواخر من رمضان وتحديدا في ليلة القدر لو احنا حسيناها. ده خير ختام، ندعو الله طبعا يعني في كل وقت في هذه الأيام المباركة، ونقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا ليلة القدر وأعنا فيها يا ربنا، وتقبل منا يا ربنا الصيام والقيام. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لحضرتك دكتور كمال غراب من علماء وزارة الأوقاف، شرفتنا يا فندم. وكل شكرا يا فندم، وكل عام وأنتم بخير. طيب كده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى ختام حلقة النهاردة من هذا الصباح. بكرة إن شاء الله فريق عمل جديد وحلقة جديدة، حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل اليوم وإلى اللقاء.